مساء الخير. اللجنة الأمنية بمجلس بغداد تقلل من أهمية غزوة رمضان اللي يتوعد بها داعش العاصمة وتقول إنها مجرد شائعات، بوقت ما تترك القوة الجوية العراقية مجال لداعش لالتقاط أنفاسه أثر ضرباتها الجوية المستمرة المواقعة. هاي الأنباء تجي بوقت تضيق خطة لبيك يا عراق الحصار على داعش الإرهابي تمهيداً لمعركة الفصل بالرمادي، وعندما ترد أنباء عن وصول 80 مدرب أمريكي للحبانية يحاكم القضاء الأمريكي مقاول أمريكي محتال تلاعب بأموال العراق لغرض جذب المستثمرين بمشاريع وهمية، وأخيراً بالبصرة اعتقال متظاهرين ضد سوء الخدمات واتهامهم بالإرهاب بعد مطالبتهم بقالة المحافظ. ابقوا يعني. لجنة بغداد الأمنية تقلل من خطورة دعوات داعش بغزوة رمضان. ضربات موجعة تتلقاها داعش على يد القوة الجوية خلال اليومين الماضيين. ثمانون مستشارا أمريكيا جديدا يصلون الحبانية. الجبور يحذر من مغبة تأخير تسليح العشائر. أهلا بكم. عضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد سعد المطلبي يقول بث إشاعة غزوة رمضان هدفها زعزعة عمل الحكومة العراقية وزعزعة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية، ويؤكد أن بغداد مؤمنة 100%. المطلبي قال يوجد بغداد أكثر من 60,000 مقاتل منتشرين بمناطق العاصمة ومحيطها، وفيها فرق عسكرية من الجيش والشرطة الاتحادية والفرقة الذهبية وفوج الطوارئ. لكن المطلبي استدرك قوله بأن كل ما يستطيع فعل داعش ببغداد هو تفجير سيارات مفخخة وعبوات هنا وهناك، وحتى هذه الأعمال الإرهابية قلت بالآونة الأخيرة بفضل الجهد الاستخباري. حول هذا الموضوع ينضم ويانا عضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد الدكتور سعد المطلبي. دكتور سعد، يا هلا بك، نورتنا بحضورك. أهلا، شلون صحتك؟ أهلا وسهلا. تفضل سري. الله بالخير. الله بالخير عزيزي. شلون أمورك؟ الله، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. نورتنا دكتور. من يستطيع أن يؤكد بأن تحضير داعش فيما يخص غزوة رمضان اللي تتعلق بالعاصمة بغداد هي مجرد إشاعات، مو ربما فعلا داعش دي يتحضر لغزوة رمضان للهجوم على بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، الغزوة هي ليست إشاعة. نشر الأكاذيب حول الغزوة هي الإشاعة. شو يعني؟ وضح لي أكثر. داعش كان بنيته، يعني كان بنيته أنه بالفعل يحضر سيارات متعددة وعبوات ويدخل متسللين للعاصمة ويحرك الخلايا النائمة. الهدف مو تفجيرات داخل بغداد، الهدف اقتحام بغداد، دخول بغداد، سيطر على بغداد. وهناك طبعا متعاونين من الخلايا النائمة وغير الخلايا النائمة، حنجي نناقش هذا الموضوع. نعم. اللي صار انه الخلايا الاستخبارية، غرفة العمليات المشتركة اللي تشكلت بوجود عناصر من المخابرات والاستخبارات بغداد ووكالة الأمن الوطني بالإضافة إلى بقية الأجهزة الأمنية الآن تعمل في غرفة عمليات مشتركة واحدة، فالمعلومة اللي توصل للأمن الوطني يشتركون بها مع المخابرات ومع باقي الأجهزة الأمنية وتتقاطع المعلومات، وإذا كانت هناك مصدرين يوصل هالمعلومة تتحرك قوة عسكرية كبيرة لملاحقة. وبالتالي لا توجد معلومات مؤكدة بخصوص إمكانية دخول داعش أو اقتحام داعش لبغداد. لا، مو لا توجد يعني معلومات، معلومات موجودة أكدت أن هناك كانت محاولات، لكن بسبب هذا التعاون بالأجهزة الأمنية تم كشف المخطط. وهذا المخطط عندما كشف تم ضبط مجموعة من الخلايا النائمة اللي أدت بالتحقيقات إلى كشف بقية الخلايا، فالخطة انهارت،
خطة داعش انهارت، السيارات المفخخة تم إلقاء القبض عليها، لكن ما نستطيع أن نأكد أنه جميع الخلايا النائمة لداعش داخل العاصمة بغداد تم القبض عليها وتم تفكيكها. بالتأكيد هناك خلايا نائمة أخرى وهناك إرهابيين آخرين داخل العاصمة. بالتأكيد لا، هؤلاء ما حيستطيعون أنه زعزعة الأمن داخل العاصمة من خلال تفجيرات هنا وهناك مثل ما ذكرت. هو هذا اللي يقدرون عليه. المشكلة وين هي؟ المشكلة هو تعاون حزب البعث مع تنظيم داعش، هذا اللي خلق لنا مشكلة الحقيقة. سابقا يعني بالأشهر الماضية كنا نتعامل مع داعش، وداعش والقاعدة قبلها هناك مواصفات خاصة. التفجير الأخير اللي حصل في شارع فلسطين كان حزب البعث وراه، مو القاعدة، مو هذا حديثك بجنبة سياسية من منطلق سياسي وبناء على معلومات استخبارية أمنية. إلقاء القبض على أشخاص، إلقاء القبض على أشخاص اعترفوا أنه ارتباطهم بحزب البعث وتعاونهم مع داعش هو بضرب يعني بنتيجة الظروف اللي أدت إلى تعاون بين حزب البعث وداعش. مصلحة مشتركة، مصلحة مشتركة لإسقاط النظام. خلينا فيما يتعلق بداعش، أقرب نقطة لداعش لبغداد، للعاصمة بغداد، الفلوجة. أقرب نقطة؟ أقرب نقطة هي الفلوجة. باقي المناطق ما بين الفلوجة والعاصمة بغداد أو ما يتعلق بحزام بغداد، ما يتعلق بمحيط بغداد مؤمن بالكامل؟ حزام بغداد منتشر فيه، بالإضافة للقطاعات العسكرية يعني وزارة الدفاع والداخلية، شرطة اتحادية وشرطة محلية وفرقتين عسكرية، فرقة 17 فرقة 11 من الجيش العراقي، بالإضافة إلى فرق من الشرطة الاتحادية وأبطال الحشد الشعبي. بالإضافة إلى هذا تحدثت عن 60,000 مقاتل، 60,000 مقاتل منتشرين ما بين داخل بغداد وحدود بغداد. بالتأكيد بالإضافة إلى هذا العدد لدينا 500,000 متطوع جاهز للانخراط بالخدمة العسكرية بالخدمة الحشد الشعبي مع أسلحتهم. 500,000 الآن فقط في بغداد. ماذا عن عشائر حزام بغداد؟ عشائر حزام بغداد نوعين، ببغرب على سبيل المثال، كثير منهم محواضر لداعش، تاجي كذلك، بعض مناطق الجنوبية من بغداد، لطيفية وغيرها، كثير منهم لو البعض منهم، خلينا نركز على المفردات. طبعا البعض منهم، خلينا نكون أدق يعني. نكون أدق، البعض منهم للأسف، لكن تعرف هذه مناطق زراعية كبيرة واسعة، من يكون واحد عائلة واحدة يعني أو بيت واحد مع داعش، هذا ممكن يخلق مضافة لداعش يختبئ بيه 20 داعشي. فهذه مو مناطق سكنية مكتظة بالسكان حتى تشوف الدواعش دخلهم. هذه المناطق يعني الواسعة الزراعية أو الاختباء بها سهل، التنقل بها سهل، وقوات الحشد الشعبي حقيقة يعني كأي قوات أخرى من الصعب يعني تأمن كل متر. المدن أسهل بكثير، لكن هذه المناطق الزراعية صعبة، ووجود حتى إذا عنصر أو عنصرين راح يأثر على المنطقة. يعني إحدى القرى أحد القرى اللي توجهت لها أنا ويعني فتحوا نار علينا وكذا، بعدين من سألنا أهل المنطقة قالوا إيه هاي القرية بأكملها. بالمقابل هناك عشائر مع الحشد الشعبي أو مخترطة ضمن صفوف الحشد الشعبي من مناطق حزام بغداد وتقاتل وتدافع عن بغداد. أولا هناك خلايا نائمة داخل بغداد، وبالمقابل هناك حواضن مثل ما ذكرت بأبو غريب وبالتاجي وربما بمناطق أخرى. أقرب طرمية. منطقة لداعش هي الفلوجة، رغم أن القرمة حتى الآن لم تحرر بشكل كامل ما يتعلق بمركز القرمة، وحنجي نناقش هذا الموضوع. كل هاي المعطيات ما تخلينا نتخوف بخصوص أمن العاصمة؟ لا، أمن العاصمة العاصمة محمية بأهلها. الفلوجة قريبة، الفلوجة 35 ميل عن بغداد. إيه بس قد راح يجون حواضن بابو غريب باللطيفية بالتاجي مع خلايا نائمة داخل العاصمة. قد بإمكانهم يحشدون من قوات برية لمواجهة قوات الجيش العراقي وشعب البغدادي؟ قد راح يحشدون 1,000؟ طلع لهم 500,000. القضية مو بهالشكل. بغداد مو الفلوجة، بغداد مو الموصل، بغداد أهمية بغداد هي بتنوعها العرقي والطائفي، وهذا التنوع اليوم البغدادي اللي كان سني وإن كان شيعي هو يحرص على أمن بغداد. أنا أكثر مصادر هي من الأخوة السني، فلهذا هذا يعني بغداد محمية بأهلها. أنا أقول لك ليش القرمة إلى حد ما تحررت من أكثر من شهرين مو هالشكل، نعم، والعمليات مستمرة بالقرمة، تم تطهير مناطق
كبيرة بالقرمة، لكن مركز القرمة إلى حد الآن لم يتم تحريره بشكل كامل من داعش. شو السبب؟ طبعا القرمة هي في محافظة الأنبار مو محافظة بغداد. ما يخالف تأثيرها على بغداد، قيادة عمليات بغداد هي التي تقاتل بالقرمة. صحيح، يعني مو ضمن صلاحياتي ومسؤولياتي. أنا أتحدث وياك عن هذا الموضوع بسبب القرب الجغرافي ما بين القرمة وبغداد. القرمة طبعا أكبر من الفلوجة بثلاث مرات، فعملية تحريرها مو بالسهولة اللي نتصورها. هي مو منطقة صحراوية وتمشي سيارات بها، يعني هناك مزارع متعددة. المزارع إذا اثنين قناصين بها راح يوقفون رتل لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، قناص واحد. إذا عبوة واحدة، مناطق كثيرة من القرمة انتهت، تحررت. مركز القرمة اللي هو المدينة من شهرين تقريبا ومدى نقدر ندخله أو مدى نقدر نحرره بشكل كامل. حررنا بعض المناطق بي. أعتقد الكلمة اللي تفضلت بها مو صحيح، مو ما نقدر، اكو اعتبارات مثل الفلوجه. يعني شو تسوي؟ ما نقدر ندخل الفلوجه؟ نقدر نحرقها بساعه واحده، ساعه واحده نفتح المدفعيه عليها وننبق الفلوجه. اكو اعتبارات انسانيه، اكو اعتبارات سياسيه، اكو اعتبارات دوليه تمنع قوات الامنيه من ممارسه القوه العسكريه المتناهيه امام اهداف قد تكون بها اهداف مدنيه. والسيد رئيس الوزراء اصر على هذه القضيه. انا تكلمت شخصيا مع السيد العبادي، الدكتور العبادي، بهذا الموضوع. قال انا ما مستعد انه يقتل بريء، حتى اقتل لي ارهابي اقتل بريء. فقال اتاكدوا من الاهداف بعدين افتحوا النار عليها. جيد جدا. ما يتعلق بالخلايا النائمه داخل العاصمه وبالتحديد التفجيرات الاخيره سواء في شارع فلسطين او في الكراده، تفجيرات اللي استهدفت الفنادق، شنو الهدف من عندها؟ شلون يقدر داعش يخترق مربع رئاسي او مناطق قريبه من المربع الرئاسي مثل الكراده والفنادق بالكراده، وشنو الوسائل اللي بيتنقل بها؟ الاختراق سهل مع وجود متعاونين ووجود اموال ووجود اخطاء بالسيطرات بعد. يعني اكو اخطاء، من ما يذكر الخطا، اكو اخطاء بالسيطرات لو اكو تعاون ما بين بعض افراد السيطرات. لا لا، هو على الاغلب اخطاء. يعني هو اكو توقيتات معينه يستغلها تنظيم داعش لتمرير سياراته. الهدف الأساسي هو جلب المعركة إلى بغداد، نقل المعركة من الأنبار إلى بغداد. كل ما قواتنا العراقية تحقق انتصارات في منطقة، تحقق انتصارات في لازم نتوقع أكو تفجيرات ببغداد، يدفع المواطن البغدادي الثمن. والهدف الوحيد هو محاولة داعش لجلب، يعني دفع القوات العراقية من مناطقهم إلى بغداد. يريدون ها حتى موضوع غزوة بغداد، غزوة رمضان، هي كان هدف منها مع وجود خطر حقيقي، كان هدف منها خلق حالة من الفوضى ومن الهلع في بغداد، بحيث تضطر القيادة السياسية أن ترجع قوات العراقية، عمليات بغداد ترجع لبغداد، الفرقة 17، فرقة 11، بقية الفرق اللي نازلة على أرض الواقع وتقاتل أنها ترجع إلى بغداد لحماية بغداد. هذا كان هدف ولا زال هدف داعش، هو نقل المعركة إلى بغداد. خلينا شكرك الدكتور سعد المطلبي، عضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد، نورت بحضورك. شكرا لكم. شكرا جزيلا. يا هلا بك. الله يسلمك. الله معك. قوة جوية تنفذ ضربات نوعية لمواقع داعش الإرهابي بمختلف قواطع العمليات. بيان الوزارة الدفاع ذكر ضربات الجوية نفذت في اليومين السابقين على قواطع بغداد ودجلة وسامراء. أثناء جولة تفقدية، خالد العبيدي وزير الدفاع يزور قواطع عمليات القرمة ويلتقي شيوخ العشائر بها. من جانب آخر، زار العبيدي مدرسة قتال عمليات بغداد. المتحدث باسم المكتب رئيس الوزراء سعد الحديث يقول عمليات لبيك يا عراق حققت نجاحات كبيرة وكثيرة بمختلف قواطع العمليات، وذكر أن هناك تنسيق عالي بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر بالعمليات العسكرية. الحديث يجدد قول السابق أن القوات الأمنية والحشد الشعبي تعمل الآن على قطع إمدادات داعش وحصر عناصره بمناطق محددة. أيضا الحديث ذكر أن أمر الهجوم الواسع على الرمادي والفلوجة بيد القائد العام والقيادات العسكرية الميدانية. محكمة أمريكية أصدرت حكم بالسجن 20 عام على أحد المستثمرين الأمريكان بالعراق اللي تواجدوا بمرحلة ما بعد الغزو، كما أوردت وكالة أسوشيتد بريس وموقع عراق نيو بيزنس. وقد اعترف المدان جوزيف تي موريس 52 عام بأنه قد قام بفبركة شركة وهمية استثمارية بالعراق وصلت قيمتها إلى 175 مليون دولار كخدعة قام بها لجذب المستثمرين وسلب أموالهم. وذكر أيضا باعترافاته بقيامه واثنان من شركائه
بإنشاء شركة مقرها بأربيل قامت بالحصول على عقود من الجيش الأمريكي لتوريد ونصب زجاج نوافذ أو زجاج نوافذ خاص للهوتيلات والعربات والمقرات الحكومية ذات قدرة على مكافحة الحرارة ومقاومة للعصف والانفجارات وغير قابلة للتشظي بالإضافة لمواصفات أخرى. طبعا هذا كله من أموال العراق. ثمانون مستشارا أمريكيا جديدا يصلون الحبانية. الجبور يحذر من تأخر تسليح العشائر. البيشمركة سراي الخرساني مواجهة وصدامات مسلحة في جلولاء. أهلا بكم. مصدر أمني بمحافظة الأنبار يؤكد وصول 80 مستشار أمريكي القاعدة الحبانية شرق الرمادي، وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرر إرسال 450 مستشار عسكري للمساعدة بتدريب القوات الأمنية وأبناء العشائر لقتال داعش الإرهابي. بيان صدر عنه حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من أن أي تأخير بعملية تسليح العشائر حيؤدي التجنيد المغرر بهم، واعتبر أن الإصلاح الأمني مرتبط ارتباط وثيق بالإصلاح السياسي. ينضم ويانا عبر الأقمار الصناعية محمد خلف الشعباني أحد قادة العشائر بالأنبار. شيخ محمد مساء الخير، نورتنا. أهلا وسهلا، يا هلا مرحبا. يا هلا بك شيخ محمد. ما الذي يجري بالأنبار بالتحديد؟ ما الذي يجري قرب الرمادي وقرب الفلوجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللشعب العراقي جميعا. الحال الذي يجري حاليا في محافظة الأنبار هو بعد الانهيار الأمني الذي صاب محافظة الأنبار، والتي وصل إليها أن اتخذ الدكتور حيدر العبادي القرار بالسماح لفصائل المقاومة أبناء الحشد الشعبي بدخول محافظة الأنبار. هذا القرار نعتبره حقيقة قرارا جبارا وقرارا جريئا، لأن هذا القرار كانت عليه معارضات شديدة من قبل الأمريكان ومن قبل أحزاب سياسية، ولكن بعد وصول الانهيار الذي حصل في محافظة الأنبار تم دخول فصائل المقاومة. طيب، دخول فصائل المقاومة أبناء الحشد الشعبي ماذا فعل لمحافظة الأنبار؟ في الأساس النقطة الأولى هو أعطى دافع معنوي جدا قوي إلى القوات الأمنية، وأعطى نفس الدافع القوي إلى أبناء العشائر، لأننا شاهدنا حقيقة الرجال لا يقبلون للتراجع نهائيا إلا للتقدم. طيب مجال شوية، ما يتعلق بالحشد الشعبي، أنا ما أريد أضيع الوقت بالحديث عن الحشد الشعبي، موضوع الحشد الشعبي أصبح قديم. الحشد الشعبي دخل الأنبار، بطولات الحشد الشعبي هي معروفة سواء بتكريت بأمرلي بدياله وإن شاء الله بالأنبار. حدثني عن المعطيات الحالية، الواقع على الأرض، الواقع الميداني قرب الرمادي وقرب الفلوجة، على اعتبار أن التمركز قرب الرمادي من أيام من أسابيع، التجحفل قرب الرمادي من 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 أسابيع، لكن دون أي تقدم. فيا ترى هل هناك أسباب أدت إلى عدم التقدم، أدت إلى عدم اقتحام الرمادي واستعادتها؟ لو الهدف الآن مو الرمادي، الهدف الأول الآن الفلوجة. أولا بالدرجة الأساس كلكم يعلمون بأن التفصال للخطط العسكرية عن طريق القنوات الإعلامية هو هذا نعتبره شيئا مرفوضا وشيئا خاطئ، ولكن الشيء الوحيد الذي أحب أن أطمئنك عليه وأطمئن الشعب العراقي بأننا أحكمنا السيطرة على محافظة الأنبار بأجمعها بالكامل من جميع الجهات، مدينة الرمادي وبما يخص قضاء الفلوجة، لأن قضاء الفلوجة الآن القوات الأمنية والحشد الشعبي يتمركزون في منطقة القرمة، وقد أحكموا سيطرتهم على هذه المنطقة، وقد تم عودة الكثير من العوائل إلى هذه المناطق. والمحور الثاني ألا وهو حصيبة الشرقية الذي تم إحكام السيطرة عليه، والمحور الثالث ألا وهو محور 18 والكيلو 35، والمحور الرابع
الذي يتم من خلال قدوم الجيش العراقي وفصائل المقاومة شيخ محمد من اتجاه الثرثار باتجاه بيجي. طيب وصلنا تتحدث إلى تتحدث عن أنا بس أريد أفهم نقطة مهمة من عندك. اللحظة بس اعطيني مجال شوية تتحدث عن تطوير كامل ألا وهي بدأ بساعة الصفر. ساعة الصفر تزامن معها تسمعني؟ بأن هناك عوائل كثيرة تسكن في محافظة الأنبار وتسكن في الفلوجة. لا نريد أن نجري انتصارا على الأرض، نريد الانتصار يكون مصحوبا بالأخلاق ومصحوبا بالمثل السماوية، لأننا نعلم بأن هناك عوائل موجودة على الأرض. فقد أعطينا الفترة الزمنية لسببين، حبيبي أولا عزيزي لخروج العوائل وانفصالهم عن داعش، تسمعني لو لا؟ أنا عندي أسئلة أريد أسأل وأعطيك المجال تتحدث، أعطيك المجال تتحدث بالله، بس خليني أسألك. القيادة المركزية المتمثلة بالدكتور حيدر العبادي، تسمعني حبيبي؟ أسمعك. أعطيني مجال أسأل وبعد ما أسأل براحتك، شو تريد جاوب جاوب، أنا عندي أمور أريد أفهمها. نعم. إذا تسمح جنابك. نعم. تتحدث عن تطويق كامل للرمادي وللفلوجة، كامل من كل الجهات فيما يتعلق بمدينة الرمادي وما يتعلق بمدينة الفلوجة، هذا أولا. اليوم بالتحديد أو خلال الساعات الماضية بدأ الحديث من قبل بعض الجهات السياسية عن تطويق الفلوجة ونشر صواريخ زلزال حول الفلوجة، والمخاوف من تدمير الفلوجة، المخاوف من ضحايا بين الأبرياء بين المدنيين. شو تقول بهذا الصدد؟ تلك الصواريخ التي نشرت وكل هذا الحديث التي يتحدثون عنه هو ليس لقتل الأبرياء، ولكن بقدر ما خل يعكسون المعاكسة بأن يوجد في الفلوجة هناك داعش وداعش مجرم، ونتوقع من داعش المجرم بخرق خطوط الصد والتقدم من خارج الفلوجة باتجاه المناطق الأخرى المحاذية، إن كانت محاذية لبغداد وإن كانت محاذية للأنبار، فلا ضير ولا مانع من إحكام السيطرة على تلك المناطق باتخاذ جميع الخطوات العسكرية اللازمة، لأننا نعمل الآن حقيقة بأخذ الاحتياطات الكاملة والحيطة والحذر تجاه العدو. زين. لأننا زين. علمنا ما يتعلق أن هذا العدو ما يتعلق بتطويق المدينتين شرائع، لا يمثل لأي مثل إنسانية، ما يتعلق بتطويق المدينتين شرائع سواء الرمادي أو الفلوجة، وما يتعلق بتحريرها أيضا هاي أمنيتنا ودعواتنا للمقاتلين بتحرير الفلوجة والرمادي. لكن تستطيع تقول كل من موجود في الفلوجة هو داعش، ينتمي لداعش؟ ألا يوجد أبرياء في الفلوجة؟ أليس لديكم مخاوف من قصف الفلوجة وبالتالي سقوط أبرياء؟ ليس كل الموجودين في منطقة الفلوجة هم داعش. أزير. كثيرون منهم عندما دخل داعش إلى منطقة الفلوجة خرجوا من الفلوجة ولم يجدوا سبل العيش فعادوا إلى الفلوجة مرة ثانية. هذه النقطة حقيقة هي الأساسية التي نستوقف عنها، وفعلا هناك أناس موجودين كثيرون عوائل في الفلوجة هم ينتمون إلى داعش المجرم. تحولت الفلوجة إلى قسمين، قسم مع داعش وقسم يعيش داخل بيته في الفلوجة. هذا هو السبب الرئيسي الذي يمنعنا من دخول الفلوجة وإعطاء الفرصة للعوائل البريئة، لأننا كلنا يعلم بأن الغير متورطين مع داعش في الفلوجة أو في الرمادي إذا تيحت له فرص الخروج سيخرج. ما حيقدرون لو عندهم فرص الخروج كان خرجوا. داعش يتخذ من الأبرياء دروع بشرية، لن يخرجوا وسيكونون هدف لمرمى القوات الأمنية، لأننا أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها، نحن أبناء عشائر ونعلم من هم الذين مع داعش ومن هم الذين ليسوا جي مع جي. داعش، لأن المرحلة ليست يوم أو يومين لم نستطع إحصاؤها، المرحلة سنة وسبعة أشهر ونعلم من هم الذين انخرطوا مع داعش. وبإذن الله تعالى ستكون حرب نظيفة، ستكون حرب شريفة، لأن أبناء الأنبار أبناؤنا وأهالي الأنبار أهلنا، ويجب علينا الحفاظ على العوائل، ولكن أخص وأقول العوائل البريئة نتحدث بشكل واقعي ومنطقي. العوائل التي انخرطت مع داعش، عزيزي خلينا نتحدث بشكل واقعي ومنطقي، يعرفنا عن الشعارات. بس لحظة، كانوا يفرحون ويهتفون. أنا حضطر أنهي الحوار وياك، حضطر أنهي الحوار وياك، مدى تعطيني مجال وأنا عندي وقت. العشائر التي كان يسيطر عليها داعش. زين، لك دقيقة، جاوبني عن دور العشائر، العشائر الآن وين تتمركز؟ والعشائر الآن بيجدة قاتل، وحديثكم طيلة الأشهر الماضية عن عدم تسليح الحكومة للعشائر.
الكلام الذي أتحدثه لك الآن وللعراقيين جميعا وإلى عشار الأنبار جميعهم، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام لأن لا يوجد على الأرض غير هذا الكلام الذي أقوله الآن. الآن عشار الأنبار فتحت مراكز تدريبية في قاعدة الحبانية، وقد تم تخريج الفوج الأول من عامرية الفلوجة والفوج الثاني من أبناء الخالدية، وكل من يأتي إلى محافظة الأنبار يريد التسليح فالتسليح موجود والتسليح قائم، وبأيدينا سلمنا التسليح وسلمنا العتاد لعشار شنو الأنبار. سلمتوا؟ لأن سلمتوا؟ عشار شنو الأنبار نوع السلاح سلمتوا؟ جنبا إلى جنب مع القوات شنو نوع السلاح سلمتوا؟ شنو نوع السلاح سلمتوا؟ الخط الأساسي في الهجوم، الخط الأساسي شنو نوع السلاح سلمتوا؟ وسبس الردار وأبناء العشائر عليهم مسك الأرض. فمن خلال قناتكم الكريمة نوجه إلى جميع عشار الأنبار الموجودين داخل الأنبار وخارجه، نقول لهم بأن معسكر الحبانية مفتوح وهذا التسليح قد تم. شنو نوع التسليح بس اريد اعرف شنو نوع التسليح اللي سلمتوه لابناء العشائر؟ محافظ الأنبار وحقيقة محافظ عزيزي. الأنبار بعث لنا السلاح الخفيف، خلينا اشكرك السيد، وبعث لنا التجهيزات وبعث لنا خلينا اشكرك الشيخ محمد مخلف الشعباني احد قاده العشائر بالأنبار، شكرا لانضمامك ويانا، شكرا جزيلا. تفاعلات المواجهة اللي جرت بين البيشمركة بجلولاء وسرايا الخرساني التابعة للحشد الشعبي استمرت بالتفاعل بعد شيوع أنباء عن اعتقال البيشمركة عدد من أفراد سرايا الخرساني بعد مواجهات مسلحة جرت بينهم بعد أن منعت البيشمركة عودة العوائل النازحة من جلولاء وبادرت لحفر خندق حول المدينة بدون مشورة سرايا الخرساني حسب مصدر مسؤول به حول هذا الموضوع. ينضم ويانا السيد علي الياسري قائد سرايا الخرساني. سيد علي أهلا بك، نورتنا بحضورك، شو صحتك؟ يا مرحبا، شلون؟ تفضل سريح. الله بالخير. الله بالخير. شلون الصحة؟ سرايا الخرساني إحدى فصائل الحشد الشعبي، وين كانت موجودة وين الآن موجودة فيما يتعلق أقصد بجلولاء، قرب جلولاء لو داخل جلولاء؟ في البدء أنه كانت سرايا الخرساني الطلب اللي قدمه أن البيشمركة بعد أن عجزوا عن تحرير جلولاء ولمدة شهرين يقاتلون وأعطوا أكثر من 100 شهيد. هاي بوقتها بأي تاريخ تتحدث؟ قبل الشهر العاشر. قبل الشهر العاشر. لكن في 23/10 قدمت سرايا الخرساني وخلال 4 ساعات ولله الحمد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 تم تحرير جلولاء بالكامل، واستطاع الأخوة البيشمركة أيضا المشاركة في العملية إلى الجانبين، وكان قلب جلولاء بأيدي سرايا الخرساني. خرجت بعد ذلك سرايا الخرساني من جلولاء أو بقيت متمركز؟ بقيت في جلولاء إلى حد تاريخ المواجهة مع البيشمركة. بقيت في جلولاء ثم بعد ذلك ادعى مدير ناحية جلولاء بأن هناك عوائل تريد العودة، والذي يؤخر عودتها هم الموجودين من بيشمركة وسرايا الخرساني. وتحدث السيد مدير الناحية بالاتفاق مع قضاء خانقين بأنه تم فراغ جلولاء من البيشمركة، والاتفاق على ذلك جاري، وبالفعل تحركوا نحو الخروج من جلولاء البيشمركة، وبالتالي أعطينا إعاز بعد التشاور وبعد الإذن من قيادة رئاسة الوزراء من قيادة الحشد الشعبي السيد الحاج أبو مهدي المهندس، أعطانا الإذن على أن تأتي العوائل بشرط عودة العوائل. وبالفعل هاي الفترة بهاي المرحلة البيشمركة خرجوا ويعني أمن جلولاء أصبح بيد سرايا الخرساني. عفوا، البيشمركة بقوا ولكن بقائهم تغير، يعني مو بنفس النوع وبنفس الكم. كان سرايا الخرساني بواقع 800 مقاتل موجودين في جلولاء، اللي العملية كانت عملية كبرى، تعرف أن جلولاء كانت تحتاج إلى قوات كثيرة حتى تستطيع السيطرة عليها لأن المساحة واسعة. والبيشمركة أيضا متواجدين في المنطقة، وكان غرفة عمليات مشتركة ما بين البيشمركة وما بين سرايا الخرساني. بعد التحرير مباشرة تم السيطرة وبدأنا بعملية تطهير المنازل من العبوات، وأصبحت المنازل شبه خالية، لا نقول كل المنازل لأن هذا يحتاج إلى جهد كبير من الجهد الهندسي، ولكن كل البيوت اللي ممكن أن تتعرض لها المارة أو المدارس أو المستشفيات اللي كان موجود بها المستشفى المهم أصبحت آمنة. وحاول البيشمركة نقل أدوات المستشفى، وهذه كانت المشاجرة الأولى مع البيشمركة، نقل ما موجود من أجهزة وإمكانيات في المستشفى، واعترضنا على الموضوع. وين راجع نقلها؟
أرادوا نقلها إلى خانقين حسب ادعائهم لغرض الاستفادة. بعد شهر من تحرير جلولان يعني بعد 23 بشهر وكان هذا هو أصل المشكلة، وكان تعارض بيننا وبينهم كبير على هذا الموضوع، وكان وقفة للحاج العامري في هذا الموضوع، وكان تشاورات في السليمانية بهذا الخصوص، وانتهت القضية بأن بقي مستشفى جلولاء على وضعه بأدواته بأجهزته. ثم بعد ذلك قدم مدير ناحية جلولاء طالبا بعض الأدوات اللي كانت تستخدم في عملية الري من حفارات وأدوات شفلات وغيرها، وأيضا تم استلام هذه الحفارات بوصولات رسمية بعد أن أخبرنا وأعطينا علم أيضا إلى قيادة الحشد الشعبي بهذا التصرف. ونخشى أنه أن تفرغ جلولاء من محتواها من أجهزة والمستشفيات إلى ومن أدوات إلى حد الآن العوائل الناصحة غير عائدة غير عائدة. بعدها قدم مدير ناحية أستاذ يعقوب مدير ناحية جلولاء قال بأن هناك اتفاق جرى، وهذا الاتفاق يتطلب خروج جميع الموجودين في جلولاء من أجل عودة العوائل، وبالتالي قلنا لهم نحن جئنا من أجل عودة العوائل لا من أجل هجرة العوائل. وبالفعل خرجنا من جلولاء واتخذنا منطقة قريبة من جلولاء وهي منطقة المرور القريبة من جلولاء، لكن البيشمركة بقى داخل جلولاء. فوجئنا بأن البيشمركة كان عنده عودة أكثر من قبل، وهذا الموضوع أشار لنا إلى نقطة جديدة وأشار إلى حالة يفترض بها أن تسجل على البيشمركة. لأنه خليني أفهم، الوقت عندي ضيق، بعد خروجكم وبقاء البيشمركة وربما زيادة أعداد أفراد البيشمركة، عادة العوائل الناصحة وبعض العوائل الناصحة من قومية تصنى واحدة بهم. هي القومية الكردية تصنى بهم طالبين منهم إيضاح سبب عدم عودة العوائل إلى هذا الحد أو إلى هذا اليوم. شنو السبب؟ أخبرونا بأن هناك ملفات أمنية يفترض أن تكتمل، وهذه الملفات الأمنية تحتاج إلى تدقيق وتحتاج كل العوائل الكردية والعربية؟ الكل، الجميع لم يعود، الجميع لم يعود، هذا يفترض أن نشير إلى بعدها. شاهدنا قبل يومين أنه قيام حفارات وآليات بحفر خندق، والشروع بحفر خندق بدون إعلامكم، بدون إعلامنا وبدون إذن من عندنا وبدون تفاهم. سابقا عندما أرادوا تحرير جلولاء كانت هناك جلسات بشكل مباشر، بل لا يكاد قيادة البيشمركة تفرق عنا. اليوم شنو الأزعجكم؟ مو يعني نقدر نقول إنه هذا الخندق البيشمركة اللي يحفروا لدواع أمنية، الخوف على أمن جلولاء. نحن نعتقد إن العراقي تعرض إلى هجمة شرسة، وعلى كل المخلصين والخيرين أن لا يجعلوا من هذه الحالة اللي يمر بها العراق حالة ضعف، بحيث أنه المزايدات السياسية كثيرة، فنخشى أن يكون هذا الوقت أو هذا المرحلة اللي يمر بها العراق أن تكون مرحلة مزايدات وضغوط على الحكومة العراقية من أجل فرض أمور خارجة عن إرادة الدولة العراقية. أنتم تعرفون ما بين الحين والآخر هناك تلويح لتطبيق القرار 140 ومحاولة لأجل أنه اقتطاع أجزاء أخرى، وهذا الموضوع وخصوصا بالنسبة للمناطق المتنازع عليها، وجلولاء تقع ضمن هذا الإطار. بعد حفر الخندق من بادر بإطلاق النار؟ لا، هو الأخوة في سرايا الخرساني قالوا لهم بأننا لا يوجد لدينا تعليمات بشروعكم بحفر مثل هذا الخندق. الأخوة كانوا من البيشمركة لا يبالون بالموقف، وبالتالي دار شجار، ونتيجة لهذا الشجار اندلعت مواجهات. لم تكن مواجهات بمعنى المواجهات، إنما لأجل إيقاف هذا الشجار قام أحد المقاتلين بإطلاق 7 إطلاقات نارية. الحديث عن قتلى وعن جرحى؟ ما عاد أي قتلى ولا جرحى ولا وجود أي شيء من هذا القبيل، مجرد أن تم إطلاق 7 عيارات نارية من بندقية الكلاشينكوف جميع الموجودين على الآليات الحفر اللي توقفوا وهربوا من الآليات وتركوا الآليات. الحديث عن قتلى وعن جرحى وعن اعتقال البيشمركة لأعداد من أفراد سرايا الخرسان، من يقول بذلك؟ هذا الحديث، هسه هذا الحديث صحيح؟ لا، كذب شائع، هذه عارية عن الصحة، هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا وجود لها. هناك علاقات طيبة، ويوم أمس كان على شنو اتفقتوا بعد؟ على شنو اتفقتوا بعد المشاجرة؟ أنه أن تتوقف هذه إلى أن يستحصل بيان من رئاسة الوزراء يسمح لهم بهذا العمل أو هذا الفعل. خليني أسألك آخر سؤال وهو الأهم بالنسبة لي، العوائل الناصحة بجلولاء وأيضا بالسعدية، ليش إلى حد الآن ما تعود
مناطقها، البيوتها، المدارسها، المزارعها، وانتم خرجتوا من جلولاء من اجل عوده العوائل الناصحه. نحن نريد عوده هذه العوائل. من يمنع؟ وين المشكله؟ العوائل هي وين؟ انا اطالب الان هذه العوائل من خلال منبركم هذا الموجود، خليه يجون يمنا يم قاطعنا وانا ادخلهم الى بيوتهم. خل بيشمرقة وغير بيشمرقة يمنعها. يعني العوائل هي اللي ما بدها ترجع؟ العوائل ما أدري، العوائل استأنست بالهجرة. هذا هو. لا شو استأنست بالهجرة؟ قاعدين بالمخيمات وحال الضيم حالهم. خلي يرجعون، خلي يرجعون، منو اللي يمنعهم؟ وإذا يحتاجون حماية إحنا دروع لهم. بالتالي هي مؤمنة جلولاء. وخالية من المفخخات، وخالية سواء الدور أو وخالية من العبوات، وخالية من كل شيء، وهي محفوظة وآمنة وبالحفظ. جيد. يبقى هناك من بعض العوائل المتورطة مع زمرة داعش، والحق للبيشمركة في هذا المطلب. الذين تورطوا مع زمرة داعش عليهم أولا أن يقدموا الأسباب التي جعلتهم هناك من تورطوا بفعل ضغط أو غيره. شلون إذا عائلة ابنها متورطوا يا داعش لكن هي بريئة، ما عندها هذا العوائل تجي تبين الأسباب اللي خلت ابنها أو ابنها أدى إلى هذا الموضوع أو تسلمها للقضاء. القضاء ما راح يعدم كل واحد تورطوا داعش، ياخذ عقاب الخاص بي وينتهي الامر. واضح سيد علي، خلينا نشكرك على حضورك. السيد علي الياسري قائد سرايا الخراساني، نورت بحضورك. شكرا جزيلا. كردستان تحدد 20 آب المقبل موعدا للانتخابات وتترك التنظيم لعهدة مفوضية الانتخابات. السياسي الكردي محمود عثمان يقول رئيس الإقليم مسعود برزاني أصدر مرسوم لإجراء انتخابات إقليم كردستان في 20 آب المقبل، وأفاد عثمان أن على مفوضية الانتخابات أن تبين رأيها هل بإمكانها إجراء الانتخابات بالموعد المحدد وحول إبقاء برزاني رئيسا للإقليم. بين عثمان أن الحديث بهذا الخصوص سابق لأوانه، وهناك أحزاب 5 كردية بكردستان هي من تقرر من يكون رئيس للإقليم. حول هذا الموضوع ينضم ويانا عبر الهاتف مثنى أمير رئيس كتلة التغيير الكردية البرلمانية. مساء الخير سيادة النائب. مرحبا بك أخي الكريم. يا هلا بك. كيف تجدون موعد 20 آب المقبل، موعد انتخابات رئاسة إقليم كردستان، هذا الموعد المحدد من قبل رئيس الإقليم مسعود برزاني؟ عفوا أنا عندي سؤال من فضلك، الصوت عندي غير واضح. كيف تجدون الموعد اللي يحدد الانتخابات رئاسة إقليم كردستان حدد من قبل رئيس الإقليم مسعود برزاني في 20 آب المقبل؟ نعم، بخصوص هذا التوقيت في الحقيقة هو توقيت انتهاء رئاسة إقليم كردستان التي هي ممددة أصلاً لمدة 2 سنين، كانت قد انتهت قبل 2 سنين ولكن مدة بتوافق من الأحزاب. بحسب قانون رئاسة الإقليم فإن هذا الموعد هو الموعد الطبيعي بالنسبة لإجراء الانتخابات، ولكن بالنسبة للجدل القائم الآن حول هذه القضية بين الأحزاب السياسية الكردستانية بما يخص أنه قانون رئاسة الإقليم أصلا يعني لا يجيز إلا إذا عدل بتمديد الولاية بالنسبة للرئيس فبإعادة انتخابه مجددا. فهذه المسألة الآن تعتبر إشكالية في الحقيقة، والرئيس فاجأ الجميع بمثل هذا القرار. يعني ما تم أي اتفاق بين الأحزاب الكردية حول هذا الموضوع؟ ما تم أي اتفاق بين الأحزاب الكردية خلال الأيام الماضية؟ لا، لم تكن هناك توافق بين الأحزاب بهذا الخصوص. في الحقيقة كانت هناك لجنة باشرت عملها لتعديل الدستور بالنسبة للإقليم، ومن المفترض أنه هذا الأمر كان مرتبطا بتعديل الدستور ومرتبطا بالتوافق الوطني الكردستاني على هذا الأمر، فيما كان إذا هناك تمديد بالنسبة للرئيس أو أن هناك انتهاء لولايته أو أنه في الدستور الجديد يتم النص على آلية معينة لاختيار الرئيس ومن ثم يعمل به، كان هذا الأمر في الحقيقة ينبغي أن يكون في موضع جدل ونقاش بين الأحزاب السياسية وفي اللجنة التي شكلت أصلاً لإعادة تعديل البنود المسودة في الدستور. ما بين هاي الإشكالات أستاذ مثنى، ما بين هاي الإشكالات وما بين تحديد الموعد في 20 آب المقبل، أين إقليم كردستان؟ أين رئاسة إقليم كردستان ستذهب؟ بأي اتجاه؟
أنا أعتقد أنه في الأيام المقبلة أو في الأسابيع المقبلة سيكون هناك نقاش بين الأحزاب السياسية، وسيكون هناك توافق وطني في هذا الخصوص، ونوع من المساومات إذا صحت العبارة يجب أن تتم بخصوص أن نحفظ للإقليم استقراره القانوني والسياسي، وفي الوقت نفسه نعمل القانون ونحترم سيادة القانون ونمضي قدما إلى تأسيس عالم الديمقراطية المرضية للجميع. وأعتقد أن هذا سيكون انتصارا للجميع، ولكن الانفراد بأي قرار سياسي في هذا التوقيت هو انفراد نحن نعتبر أنه ليس في محله. وأعتقد أن رئيس الإقليم صار مخلنا، خليني أستغل الوقت، عفوا الوقت عندي ضيق. هناك صعوبات حقيقية تكتمل مسألة الاستعداد لمثل هذه الانتخابات، لأن المفوضية التي تم تشكيلها في إقليم كردستان هي مفوضية ناشئة لا تمتلك بعد الكادر والأطقم الكافية لإجراء هذه الانتخابات. لا عندي أهم من هذا الموضوع، عندي أهم من هذا الموضوع. الموارد الكافية. أستاذ مثنى. أولا هل للتغيير مرشح لرئاسة إقليم كردستان؟ ثانيا هل من الممكن أن يذهب التغيير باتجاه التوافق والاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لأن يكون مسعود برزاني رئيسا لإقليم كردستان من جديد لدورة أخرى إن كان القانون يسمح بذلك؟ طبعا بحسب القانون الحالي لرئاسة الإقليم لا يحق للسيد البرزاني أن يصبح رئيسا مرة أخرى، لأنه قد انتهت ولايته قبل سنتين ومددت هذه الولاية طبقا لتوافق سياسي وتصويت داخل البرلمان بقانون بتعديل قانوني خاص. وهذا الأمر إذا تم تكراره فهو بحاجة مرة أخرى أيضا إلى نوع من التعديل الخاص أو نوع من القانون الجديد أو نوع من التوافق الوطني المعبر عنه في الدستور الجديد بالنسبة للإقليم. لكن دون حصول هذا التوافق فإن القانون لا يسمح بذلك. وأنا أعتقد أن الأحزاب السياسية لها الخبرة الكافية في كردستان أن تتوصل إلى حل بالنسبة لهذا الأمر من خلال إقرار دستور يليق بالتجربة السياسية. واضح أستاذ مثنى. لديكم مرشح؟ لديكم مرشح لرئاسة الديمقراطية التي ينشدها الشعب الكردستاني؟ ولا أعتقد أن رئيس الإقليم بصدد خلق أزمة، لأن هذه الأزمة لا تصالحي ولا التغيير جوران عندها مرشح لرئاسة الإقليم؟ هو عبارة عن وجهة نظر لرئاسة الإقليم، وهذا الأمر سيتم مناقشته في داخل البرلمان والأرواح السياسية المختلفة. طيب واضح. في خلال الأسابيع هذا أصبح واضح. أعتقد أن التوصل إلى حل هو ممكن. التغيير جوران عندها مرشح لرئاسة الإقليم؟ أنا لم أسمع بأن أحدا رشح أي أحد بالنسبة لي لهذا المنصب. خلينا شكرا السيد مثنى أمين رئيس كتلة التغيير البرلمانية، شكرا لانضمامك ويانا حول نفس الموضوع ما يتعلق بانتخابات رئاسة أقليم كردستان. ينضم ويانا السيد مقداد الشريفي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات. سيد مقداد نورته، شو صحتك؟ مشتاقين لك، يا أهلا بك. كل ما تصير انتخابات لازم نشوفك، يعني صار من زمان نتلاقي من أيام الانتخابات الأخيرة. هو عملنا وقت انتخابات. الله بالخير. الله بالخير. مفوضية مستعدة لإجراء انتخابات رئاسة إقليم كردستان في 20 آب المقبل، وهل من حق رئيس الإقليم تحديد الموعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هو تم تشكيل مفوضية في إقليم كردستان. برلمان إقليم كردستان شكل وفق قانون، وهذه المفوضية الآن تمارس أعمالها في إقليم كردستان، والكتاب حسب فهمنا تم توجيهها مو المفوضية العليا المستقلة في العراق، تم توجيهها إلى مفوضية إقليم كردستان. فبالتالي هذه المفوضية هي التي حسب قانون اللي شرع البرلمان في إقليم كردستان هي التي تجري الانتخابات. نعم يوجد تواصل مع هذه المفوضية، لأن هذه المفوضية مفوضية ناشئة ولا توجد لديها أي مواد لوجستية، بغض حتى موضوع المكان وموظفين وكوادر لا توجد في هذه المفوضية. يوجد اتصال مع هذه المفوضية، كون أنه رئيس هذه المفوضية أحد المدراء العامين في مفوضيتنا، فبالتالي أكو تواصل بخصوص هذا الموضوع. واليوم يعني الكتاب فيما يتعلق بتحديد الموعد، موعد الانتخابات وجه إلى مفوضية الإقليم، ليس إلى المفوضية. لا ما توجه لنا الكتاب، يعني حسب علمنا ما وردنا أي كتاب. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مو من واجبها القانوني اللي نص عليه الدستور إجراء الانتخابات، أي انتخابات في عموم العراق؟
نعم. بالتالي هل من حق اقليم كردستان ان يجري انتخابات وان تشرف على هذه الانتخابات مفوضيه خاصه بالاقليم؟ في الحقيقه جميع الانتخابات اللي حدثت بعد السقوط اقامت بها المفوضيه المستقله للانتخابات الاتحاديه، وتوجد لدينا مكاتب المفوضيه في اربيل وفي دهوك وفي سليمانيه، لكن تم تشكيل مفوضيه خلال هذا العام من برلمان اقليم كردستان ووضع صلاحيات لهذه المفوضيه على اساس اي قانون؟ قانون رقم 4 لصلاحيات لبرلمان اقليم كردستان بتشكيل هذه المفوضيه، فبالتالي شكل مفوضيه وهذه المفوضيه الدستور العراقي يسمح بذلك قانونيا من يعني حق احنا ما نقدر برلمان الاقليم تشكيل مفوضيه؟ يعني احنا مو طرف كمفوضيه مستقله من الانتخابات، مو طرف نحدد انه المفوضيه المشكله في اقليم هي مفوضيه دستوريه من عدم دستور، هذا ما احنا صاحب تخصص. وبالتالي احنا ذهبنا الى برلمان اقليم كردستان واجرينا بعض التفاهمات مع الاخوان في مجلس في برلمان اقليم كردستان. اللي اريد اكد عليه انه حسب قانون المفوضيه في اقليم كردستان تجري جميع الانتخابات المحليه داخل اقليم كردستان، الانتخابات الاتحاديه تجريها المفوضيه العليا المستقله في العراق، فبالتالي الكتاب تم توجيهه الى مفوضيه الاقليم. تحدثت عن تنسيق، شنو نوع التنسيق؟ التنسيق مجرد اعطاء مشوره؟ لو التنسيق ممكن بأي شكل التنسيق ما بيكون بين مفوضية هو هذا المفقود حتى في القانون المشرع، لا يوجد أي عبارة تنسيق ولا يوجد أي ذكر لاسم المفوضية العليا المستقلة. يعني أفهم التنسيق أنه العلاقات الشخصية على اعتبار مدير المفوضية هو مدير عندكم مو هالشكل، فبالتالي لا لا يسألكم وتجاوبوا. لا لا في الحقيقة احنا لا ما خليناها بغير إطار، لأن احنا عندنا موظفين وعندنا ملاك وعندنا مكاتب وعندنا أثاث وعندنا لوجستيات وعندنا مواد في اقليم كردستان، فبالتالي وجود موظفين هناك في اقليم كردستان ووجود مفوضيه اخرى قد يحدث نوع من التعارض هناك، فذهبنا الى برلمان اقليم كردستان والتقينا مع رئيس البرلمان اقليم كردستان وتم تشكيل لجنه مشتركه بين المفوضيه في انتخابات في المفوضيه المستقله في العراق ومفوضيه اقليم كردستان لبلوره بعض الافكار، لان هناك عدة أمور سوف تتقاطع مع الاتحادية مع المركزية، فبالتالي اللجنة سوف تمارس أعمالها في القريب العاجل، لكن يعني من خلال متابعتنا أنه المفوضية في إقليم كردستان الآن لا تمتلك أي بنى تحتية قادرة على إجراء أي انتخابات وبالتالي غير مستعدة لإجراء الانتخابات. يعني هم حسب تصريحهم اليوم إحنا شفناه يقولون غير مستعدين، يقولون خلال 6 أشهر، وانا اشك حتى بهذا التاريخ. في حال طلب من مفوضيه بغداد المفوضيه الاتحاديه نعم ان تقوم باجراء الانتخابات في حال فرضيا نعم مستعدين؟ نعم تم مناقشه الموضوع اليوم في مجلس المفوضين، المفوضيه يعني على تم الاستعداد اذا طلب من عنده، لكن بضوابط ومحددات وبعض الامور تحتاجها المفوضيه وبعض الاستثناءات سوف قادره المفوضيه على اجراء الانتخابات، وهذه القضيه مو جديده، احنا الانتخابات السابقه لرئاسه الاقليم ايضا قامت بها المفوضيه. خلينا اشكرك السيد مقداد الشريف المتحدث باسم مفوضيه الانتخابات، نورتنا بحضورك. اشكرك يا هلا بك، حياك الله معك. مجلس محافظه البصره يقول القوات الامنيه بالمحافظه اعتقلت عدد من المتظاهرين بابو الخصيب وتم اتهامهم باربعه ارهاب بسبب مشاركتهم بالتظاهرات اللي طالبوا بالخدمات بالبصره، وحمل الحكومه مجلس المحافظه حمل الحكومه المحليه وقياده شرطه المحافظه مسؤوليه اعتقالهم، وبين مجيب الحساني عضو مجلس محافظه البصره ان محافظه البصره تشهد وضع امني وخدمي سيء جدا، وبعض الجهات هددت المتظاهرين قبل خروجهم ووصفتهم بانهم مثيري الشغب، واوضح ان مجلس البصره حيناقش مطالب المتظاهرين باقاله المحافظ من منصبه. طبعا انطلقت محافظه البصرة الجمعة والسبت تظاهرات جماهيرية، هاي التظاهرات طالبت بتنحي المحافظ ماجد النصراوي عن منصبه وأيضا طالبت بمحاسبة مديري الدوائر الفاسدين. حول هذا الموضوع ينضم ويانا عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني عبر الهاتف. أستاذ مجيب مساء الخير. مساء النور عليكم وعلى كل العراقيين وعلى الشعب البصري. يا هلا بك. في كل مناطق محافظة البصرة. أنا أريد فهمني نقطة جدا مهمة، شلون متظاهرين يخرجون بتظاهرات عندهم مطالب يتم اعتقالهم ويتهمون بالإرهاب، يتهمون وفق المادة 4 إرهاب، يعني شلون تم اتهامهم وفق الإرهاب؟ هم متظاهرين وبالشارع وقدام العالم وقدام الكاميرات. طبعا للتوضيح أن المتظاهرين الذين تم التظاهرين السبعة الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية ليسوا المتظاهرين الذين تظاهروا امام مبنى محافظه البصره. هناك خلال الاسبوع الماضي خرجت مظاهرات في ليالي الاربعاء الماضي في
في قضاء بسيط بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتعرض المتظاهرين وبعض القوات الامنيه لاطلاق نار متبادل، تم اعتقالهم من قبل القوات الامنيه. يعني حصلت مواجهات ما بين بعض المتظاهرين والقوات الامنيه؟ نعم، طبعا اوضحت لك ان ليس المتظاهرين الذين تظاهروا امام مبنى مخابره بصره، الاخوه الذين تم اعتقالهم من قضاء ابن حفيظ في منطقه عوين سيان بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وحصلت مواجهات ما بين بعض المتظاهرين والقوات الامنيه، وعلى هالاساس تم اعتقالهم. نعم. ايش قد العدد اللي تم اعتقالهم وتوجيه لهم تهمه اربع ارهاب؟ متظاهرين، وتعرض قسم اخر لاصابات بسبب اطلاقات ناريه دخل على اثرها الى المستشفى في احد المستشفيات في محافظه البصره. زين، اكثر من تظاهره خرجت بالبصره خلال الايام الماضيه، والمطالبات هي تقريبا واحدة أو متشابهة فيما يتعلق بالجانب الخدمي أولا. أريد أركز على نقطة مهمة ذكرتها حضرتك، تقول بعض الجهات هددت المتظاهرين قبل خروجهم، منو هاي الجهات وش هددت المتظاهرين بيش هددتهم؟ طبعا بعض الجهات اللي تبقى في الحدث وأجهزة الوضع الأمني في محافظة البصرة قبل الثورات. طبعا احنا كبداية أولا انه التظاهر حق مفتوح لكل مواطن بصري يطالب بحقوقه ويعبر عن رايه، كان من الصراحه من غير المناسب من قبل بعض الجهات السياسيه، لا سيما التصريحات في من قبل الجهات السياسيه الموجوده في بغداد، وتشويه لسمعه ومطالب المتظاهرين في محافظه البصره، وتشويه التظاهرات وقسم من بعض الجهات. وللاسف الشديد منو هاي الجهات استاذ مجيب؟ منو هاي الجهات اللي هددت المتظاهرين؟ وشون هددتهم او بيش هددتهم؟ بس ارجو انه تجيبني على هذا السؤال، منو هاي الجهات؟ تقدر تسمي لنا اياها اللي هددت المتظاهرين قبل خروجهم حتى؟ نعم. طبعا مثل ما وضحت لك، بعض الجهات اللي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مباشر، وبعضها استخدمت يعني كجهات او جهات متنفذه في الحكومه المركزيه. زين، انا عندي اخر نقطتين، هل يعني اولا كيف هي الاجواء الان في مدينه البصره؟ هل توصلتم كمجلس محافظه الى اتفاق ما مع المتظاهرين بخصوص تنفيذ مطالبهم، وبالتحديد المطلب المتعلق باقاله المحافظ، ام ان هذا المطلب يعني سيترك مع تنفيذ باقي المطالب وربما يذهب مجلس المحافظه لاستضافه او استجواب المحافظ؟ طبعا المتظاهرين هناك ثلاثه مطالب، المطلب الاول هو اطلاق سراح المتظاهرين، اليوم بتدخل مباشر من قبل مجلس محافظه البصره تم اطلاق سراح المتظاهرين السبعه الذين تم احتجاجهم وتدخيلهم واطلاق سراحهم صباح هذا اليوم. المطلب الاخر اللي هو اقاله قائد سته البصره، والمطلب الرئيسي اللي تم التركيز عليه هو اقاله محافظه البصره. مجلس المحافظه طبعا خلال هذا الاسبوع الحالي ان شاء الله نهايه هذا الاسبوع سيتم استضافه محافظ البصره لغرض عرض الميزانيه التشغيليه وموضوع مستوى ووضع الخدمات في محافظه البصره، على غراره وعلى اساسه سيتم اتخاذ قرار من قبل المجلس حسب قناعه اعضاء المجلس لغرض الوصول الى حلول والوصول الى تفاهمات مع المتظاهرين. ماذا عن المطلب الثاني استاذ مجيب؟ ماذا عن المطلب الثاني؟ ما يتعلق بإقالة قائد شرطة البصرة؟ ماذا عن المطلب الثاني فيما يخص إقالة قائد شرطة البصرة؟ نعم، وضحت لك أنه سيتم مناقشة الأمور مع الجهات الأمنية وكذلك مع محافظة البصرة باعتبار محافظة البصرة واضح التنفيذي لكل الدوائر الموجودة في محافظة واضح. البصرة. خليني أشكرك، كان الوقت خلص عندي، شكرا جزيلا لانضمامك ويانا عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني، شكرا جزيلا أيضا لكم مشاهدينا. خلص وقت الحلقة وكان هذا موضوعنا الأخير، لقاءنا يجدد وياكم باكر، مواضيع وأخبار أخرى، إلى اللقاء.